واضح ومعروف للجميع أن فيروس الكورونا والوباء العالمي اللي مرتبط به أصبح القضية رقم واحد بامتياز في اهتماماتنا كأفراد وكجماعات وكمؤسسات وكدول على مستوى العالم، على مستوى الجلوب كله. القضية أصبحت تلون كل جزئية من جزئيات حياتنا الخاصة والعامة، وبدت تصبح لها انعكاسات كبيرة على الوضع المعاشي، الوضع الاقتصادي، إضافة إلى الوضع النفسي. أعتقد الكل يتفق أنه أكو هناك جو من التهويل، جو من الهلع الكبير والتطير، رافق ما يجري من ترويج من أخبار ومن مواضيع تخصه. هذا يدفعنا إلى ضرورة أن نكرس ثقافة التعرف على الفيروس والمرض المرتبط به تعرف حقيقي معتمد على الحقائق العلمية ومن مصادرها الموثوقة المسندة، لأن يعني حتى داخل الوسط العلمي أكو تظهر أحيانا خلافات بالرأي بخصوص هذا الفيروس أو بخصوص الأمراض العامة بشكل عام. أنا أعتقد أكو هناك سيل من المعلومات والتفصيلات اللي تخص الفيروس والوباء اللي مرتبط به بتنوع مصادر هذا السيل، والكثير منها مصادر غير علمية، الكثير من عندها مصادر إعلامية تعتمد على أخبار ربما تكون غير موثقة أو ربما تكون مجتزأة من 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 التفصيل اللي يخص الخبر. واللي يساعد على الانتشار هذه السيل من المعلومات هو السوشيال ميديا والميديا نفسها بالتعامل مع هاي المسألة، ولهذا جو من البلبلة وجو من القلق اللي يوصل إلى أحيانا إلى حد الذعر قاعد نشوفه سواء في أوساطنا، أوساط جاليتنا، أو أوساط المجتمع الأسترالي بشكل عام. أنا أعتقد مثل أي موضوع، مثل أي معضلة، مثل أي أزمة، لابد من نظرة متوازنة، نظرة وتعريف وتقييم وتعامل متوازن بشرطين. الشرط الأول أن تبتعد هاي النظرة والتعامل عن التطرف بالاتجاه، يعني باتجاه التهويل من حجم المشكلة وخطورتها ووبائيتها ومعدل وفياتها، وأيضا الابتعاد عن موضوع التساهل أو قطب التساهل معها باعتبارها مرض وبائي عادي ما يختلف كثيرا عن الإنفلونزا. النظرتين خاطئة وما تعتمد على المعطيات الحالية وعلى حقائق العلم. الشرط الثاني بهاي النظرة الموضوعية المتوازنة المعتدلة هي أن يكون مصدر المعلومات والتقييمات وحتى المعطيات مصدر موثوق به علميا، من تكون المسألة متعلقة بالتقييم العلمي للمرض، تشخيصه، علاجاته، لقاحاته إلى آخره، إعلاميا بنفس الوقت. المصدر الرئيسي اللي أعتقد الكل يثق به هو منظمة الصحة الدولية WHO، وأرقامها هي الأرقام اللي أنا راح أعتمدها في المحاضرة. الكورونا ومرضها، وأجي بعدين على الفرق بين الفيروس والمرض، واضح جدا للجميع أنه هو وباء عالمي، ومنظمة الصحة الدولية في بداية مارس اعتبرتها بانديميك، يعني وباء عالمي يصيب دول العالم أكمل. بداية الكل يعرف في أواخر ديسمبر السنة الماضية بدت في الصين وفي مدينة بعينها، وكانت الصين في الأشهر الاثنين الأولى يعني جانيوري وفبروري كانت هي سنتر هذا الوباء العالمي، بس هذا السنتر انتقل إلى أوروبا مع حلول آذار، وأصبحت أوروبا هي الإبي سنتر، وداخل هذا الإبي سنتر أكو هناك لوكال إبي سنتر اللي هو إيطاليا، وتجي بعده إسبانيا من حيث العدد الكلي للإصابات ومن حيث الإصابات الجديدة اللي تحدث يوميا. لحد
أرقامي معتمدة على مصادر WHO ومصادر المتخصصة، يعني أقسام المايكروبيولوجي والإنفكشيس ديزيز. لحد اليوم الصبح الأرقام المتوفرة عن العدد الإجمالي للإصابات هو بحدود 234 ألف إصابة عالميا. من هاي الإصابات أكثر من 80 ألف من الصين، إيطاليا أصبحت 41 ألف، بعدها إيران 18 ألف، بعدها تجي إسبانيا 17 ألف، إسبانيا 17 ألف إصابة، بعدها ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة كل واحدة بحدود 10 آلاف، كوريا الجنوبية توقفت عند 8600. هذا العدد الإجمالي. إجمالي الوفيات لحد اليوم الصبح بالأرقام المعتمدة هي 9840 حالة وفاة. إيطاليا تقدمت على الصين خلال الأيام الأخيرة وأصبح العدد الكلي للوفيات 3400. تجي بعدها الصين 3250، بعدها إيران 1300 وفاة، ثم إسبانيا 760، ثم فرنسا 370، بعدها الولايات المتحدة وبريطانيا كل واحدة بحدود 150 وفاة. استراليا، في استراليا آخر أرقام الإصابات الإجمالية وصلت 709 إصابات، الجديد فيها 199. طبعا نيو ساوث ويلز والاعتبارات عديدة من بينها حجمها هي حصة الأسد 382 إصابة، تيجي بعدها كوينزلاند 180، فيكتوريا حوالي 180، ويست أستراليا وساوث أستراليا 60-50، تسمانيا 8 إصابات، الأي سي تي مقاطعة العاصمة 6، وبالنورث تريتوري أكو 2 بس. الوفيات لحسن الحظ لحد الآن 7 فقط بين هذا العدد بس. وهذا راح يجرني بعدين إلى موضوع الوقاية والتعامل مع الوباء. هذا العدد اليومي للجديد للإصابات الجديدة ارتفع من 60 يوم 12 آذار الحالي إلى 120 إصابة يوم 18، يعني ضاعف عدد الحالات الجديدة خلال أقل من أسبوع. وأكو هناك مؤشرات خلال اليومين الأخيرة أن العدد هناك تناقص طفيف في العدد الإجمالي، وهذه هي طبيعة الوباء هذا، خاصة وباء الكورونا، وبعد شوية أشرح ليش. هاي الطبيعة تبدي بأرقام بسيطة بعدين يبدي تصاعد الأرقام بوتيرة عالية جدا وليس بتدرج زيادة. الفيروس طبعا الكثير كان يعتقد أنه هو فيروس موجود ومعروف عنه، وحتى اسمه معروف، بس واقع الحال الفيروس الحالي اللي قاعد يسوي لنا مرض كوفيد 19 هذا فيروس جديد تماما وما كان موجود سابقا. هو صحيح ينتمي إلى عائلة من الفيروسات، عائلة الار ان اي من الفيروسات اللي أدنى من أمثلتها الكومن كولد على سبيل المثال، بس هذا شكل طفيف من الإصابة بالالتهاب. بس حدثت من هذا النوع من العائلة الفيروسية وبائين سابقا. طبعا الفيروس هو مثل ما قلت من فصيلة الار ان اي غير الدي ان اي، واول ما ظهر في الصين. تسميته ترجع الى شكل الفيروس بغلاف البروتين وبالنتوءات الموجوده، السبايكس ياخذ شكل التاج، فهو فصيله الفيروسات التاجيه اذا صح التعبير، والكورونا جاي من هذا. والكورونا هو توصيف لعده فيروسات وليس الفيروس الحالي. طبعا الوباء الأول لهذه الفصيلة من الفيروسات ظهر في عام 2003 من خلال فيروس سارز
SARS اللي انتشر عالميا بس ما وصل عدد الدول المصابة به إلى العدد الحالي. ومن راجعت الإصابات طلع عددها 7000 فقط، رغم أن نسبة الوفيات بها كانت إذا أحكي على الرقم حوالي 700 إصابة، 700 وفاة العفو، الأمر اللي يجعل نسبة الوفاة عالية، نسبة تقترب من 10%. الوباء الثاني لنوع آخر من هذه الفيروسات، فيروس الكورونا، هو وباء الميرس، الميدل إيستين ريسبيرتوري سيندروم، اللي ظهر بالسعودية. وعدد الإصابات تركز بالمنطقة الشرق الأوسط، عدد الإصابات أيضا كان يتراوح بين حدود الإجمالي بحدود 2000، ولحد الآن لا زالت أكو هناك إصابات منه، بحيث الإجمالي كله يطلع 2019، هذا الإجمالي كله. بس أيضا نسبة الوفيات بنسبة كانت عالية. وفيروسنا الحالي، من الضروري أن نميز بين الفيروس واسمه والمرض واسمه. اللي يذكرون الـ HIV، فيروس الـ HIV، المرض اللي سبب هذا الفيروس الكل يعرفه AIDS. الفيروس اللي احنا نتعامل حاليا وياه اسمه SARS-CoV-2، هذا اسم الفيروس، والكوفيد-19 هو اسم المرض اللي سببه الفيروس. طبعا شنو فرقه عن الفيروسات الاخرى سواء داخل هاي الفصيله او الفصائل الاخرى؟ الفرق الاول انه وزن الجزيئي اكبر، فهو اثقل من الفيروسات الاخرى. الميزه الثانيه المهمه اللي تخليه اكثر خطوره من فيروسات هاي الفصيله هو السبايكس، هاي النتوءات اللي انا ذكرتها، هاي النتوءات اللي تظهر من غشائه او من الجزء الخارجي البروتيني، الى تمكنه اولا من ان يلتصق بخلايا او بمستقبلات اعضاء جسميه اكبر او اكثر، تشمل الرئتين، الكليتين، الامعاء والكبد. وهذا الاتصال او التصاق يكون محكم بحكم طبيعة هذه النتوءات والمستقبلات اللي تتصل به، فهو يتصل بإحكام بهذه المستقبلات. النتيجة الثانية لهذه الميزة للفيروس هو أنه يمكن أن يبقى على السطوح فترات أطول من الفيروسات الأخرى، مما يزيد من وبائيته وانتشاره. الفيروس ينتقل عن طريق الرذاذ الدروبليتس أثناء العطاس أو عن طريق السعال أو عن طريق الكلام أحيانا، بس هاي الرذاذ وهاي الدروبليتس ما تعيش أكثر من 15 دقيقة بالجو، بس وقت ما تنزل على أي سطح من السطوح ناعمة أو خشنة ممكن أن تبقى بين 12 إلى 24 ساعة. ولهذا التلوث هاي السطوح يخليها عرضة أو يخليها ناقل للمرض، وهذا اللي هو أسهم بأن يكون انتشار أوسع أولا، وثانيا مختلف عن الفيروسين اللي سببوا الإبيديميك السابقة، الاثنين اللي ذكرناها اللي هو سارس وميرس، لأن الانتقال بهاي الفيروس المسبب للوبائين كان عادة من حالات مصابة في حالة حرجة من الإصابة، مو بس في بدايات الإصابة، وبعد شوية أنا راح أشرح عن الانتقال. الانتقال أنا ذكرت أنه هو ينتقل عن طريق الرذاذ، وممكن هذا الرذاذ ينتقل بالجو إلى حد متر ونص، فلهذا التوصية بالابتعاد متر ونص عن الاحتكاك بأي مصابين أي مشتبه بإصابته. الانتقال شو وقت يصبح المريض أو المصاب مصدر للانتقال؟ المعلومات تشير إلى أن المريض يصبح مصدر للانتقال في اليوم الأخير اللي يسبق ظهور الأعراض، فهذا اليوم الأخير يجوز ما عنده أعراض أو عنده أعراض طفيفة جدا، ويستمر طيلة ظهور هذه الأعراض.
شو وقت تظهر الأعراض؟ تظهر الأعراض بمعدل بين 4 إلى 6 أيام، بس ممكن تظهر قبلها أول يومين، وممكن ما تظهر إلا باليوم 10 أو 12. ولهذا ظهرت فترة العزل أو الابتعاد لمدة 2 أسبوع من هذا المنطلق، لأن طوال وجود الأعراض المصاب والمريض راح يكون مصدر قوي لانتقال الفيروس. زين، قبل هاي الفترة، قبل ظهور الأعراض، هل المصاب مصدر أو لا؟ المعلومات تقول أنه احتمال نقله قبل ظهور الأعراض احتمال ضعيف جدا، إلا في حالة أن يكون نسبة منسوب الفيروس الفيرال لود عالي جدا، وقتها حتى بدون ظهور الأعراض ممكن أن يكون مصدر. العوامل المساعدة، يعني إحنا ظهر أكو هناك سلوك لهذا الفيروس واضح يميزه، من بينها أنه العمر عنصر مهم جدا بالنسبة إلى الإصابة وانتقاله، وحوالي 90% من الحالات أعمارهم تتراوح بين 30 و80. بالوقت اللي أعمارهم أقل من 20 سنة نسبة الإصابة هي 2.1، فهو أقل، رغم أنه إحنا نعرف في مراحل مبكرة من العمر الجهاز المناعي لا يزال غير مكتمل وغير متشكل، فهذا سلوك مختلف لهذا الفيروس قياسا بفيروسات أخرى. العامل الثاني هو وجود أمراض أخرى عند الشخص يخلي عرضة أكثر للإصابة بالمرض. هاي الأمراض خاصة أمراض الرئتين، سواء بسبب التدخين أو بسبب آخر، أمراض القلب، أمراض الكلية وعجزها، أمراض السكر والضغط، والأمراض المزمنة بشكل عام لأن تأثر سلبيا على الجهاز المناعي. العامل الثالث هو التدخين، هذا قلما تم التطرق إلى في يعني فيما يطرح من حكي عن الوباء. التدخين أحد العوامل المساعدة على الإصابة بالمرض، مو بس من خلال تأثيره المباشر على صحة الرئتين وجعلها عرضة للإصابة، وإنما من خلال تأثيره على المستقبلات الموجودة بالأعضاء اللي يتصل بها هذا الفيروس من خلال النتوءات اللي ذكرتها. هاي هي العوامل الرئيسية المساعدة على الإصابة بالمرض والانتقال له. أكو هناك كلام عن بعض الأدوية، وبالتحديد الأدوية المضادة للالتهابات اللي نسميها non-steroidal anti-inflammatory drugs، اللي الكثيرين يعرفوها، وحتى الكثير من 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 أنواعها هي موجودة على الشلف، يعني over the counter، النيوروفين، البروفين، الإبوبروفين، مسميات لمادة واحدة، يعني الأدفيل اللي هي كلها تتعلق بمادة واحدة هي البروفين أو إبوبروفين دير، والأفراد العائلة هاي نفسها المشابهة اللي كثيرة، من بينها الفولتارين، الإندوسيد، النابروسين وغيرها من هاي. أكو هناك soft evidence، يعني غير مؤكدة بشكل مطلق، أنه هاي ممكن تأثر على مناعة الشخص المصاب وتجعل الإصابة أكثر حدة. وعلى هذا الأساس أكو هناك تفضيل بالامتناع عن تناولها كمسكنات أو كمضادات للحمى، واستبدالها بالباراسيتامول العادي، البانادول، البانماكس العادي لهذه الأغراض يعني نفسها. العامل الرابع أو الخامس هو الاحتكاك، يعني بدون احتكاك هذا الوباء أو هذا المرض ما راح ينتقل. هذا عامل جدا مهم، وأكو هناك تحديدات إلى أي احتكاك، يعني واحد هو جاي من السفر وأنت مسلم عليه من رأس الشارع، هذا أكيدا ما راح يكون فد مصدر للانتقال. يعرفون الاحتكاك أو يسموه close contact بالإبيديميولوجي أو بالفيرولوجي، يعرفوه بأنه هو أما الحديث وجه لوجه لمدة 15 دقيقة، أو المجالسة في مكان مغلق لمدة 2 ساعة. هذا هو الـ يعني هو الأكثر خطورة من غيره.
العامل الآخر هو أنه يكون أكو هناك فد وصول لبادي فلويد، يعني جزء من سوائل الجسم، يعني اللعاب الرذاذ أو الدم بافتراض أكو صار احتكاك بالدم. فهذا هو تعريف الاحتكاك أو الكلوز كونتاكت. وداخل هذا الكلوز كونتاكت أنه ضروري أن نوضح حتى نقلل من الهلع، نسبة الإصابة بالاحتكاك اللي هو كلوز كونتاكت تتراوح بين 1 إلى 5%. هاي النسبة. بالمناسبة بالصين كان المصدر الرئيسي للانتقال هو الاحتكاك داخل العوائل نفسها، مو من 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 جهة إلى أخرى. حدود 65% من الحالات الإصابة اللي صارت في الصين كان مصدرها داخل العائلة.